احلى تحية ومحبة وتقدير الاعز مشاهدين، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله نلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال يا ربي. نهار جديد وفيديو جديد على قناتكم وصفات ام الاولاد. كما كتشوفوا اليوم جبتكم واحد البريوش، بريوش صراحة رائع اللي دار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. هو بريوش تركي يعني مسقي بالحليب. نتمنى من الله يعجبكم وندوزوا على بركة الله. نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. عندنا في المقادير واحد جوج كيسان ديال الحليب كيكون دافي، وعندي واحد كاس الا ربع زيت. هذا العبار هذا تاع هذا الكاس عبار كاس العنبه. عندي واحد المعلقه كبيره ديال الخميره، واحد ربعه المعالق ديال السنيده، قبيصه ديال الملحه، جوج خمارات، و 500 غرام ديال الفورص ما يعادل 5 الكيسان كاس العنبه. كنبداو على بركه الله. كنديروا الحليب ديالنا هو الاول، طبيعه الحال يكون دافي باش كيساعدنا على التخمير ديال البريوش ديالنا. كنزيدو ربعة معالق كبار ديال السنيدة. هنا كندير معلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات، وكنزيد يعني كاس إلا ربع زيت. بطبيعة الحال زيت المائدة، بغيت تعوضو بالزبدة ماشي مشكل. قبيصة ديال الملحة. كنخلطو يعني خليط ديالنا على هاد الشكل هذا، وكنبداو نزيدو في الدقيق بشويه بشويه. هنا كما قلت لكم عندي 500 غرام ديال الفورص. وهنا غنبداو نزيدو الفورص ديالنا بشويه بشويه وحنا كنخلطو. هنا كندوزو نزيدو الخمارات ديالنا. وهذا هو الخليط ديالنا. حصلنا على واحد العجينه كتكون شويه مرخوفه، ما كتكونش قاصحه كما كتشوفوا. ضروري كتكون كتبقى في السقف الايدين. كنستعملوا واحد شويه ديال الزيت وكنجمعوا العجينه ديالنا، وكنزيدو ندير لها واحد البلاصي غذائي وكنخليوها تخمر. ضروري ما تخمر باش كتجي البريوش ديالنا هشيش وخفيف. وهنا حبابي كندوزو باش كنوريكم السر ديال هاد البريوش كيفاش كيجي رائع، يعني السر ديال المذاق ديالو اللذة ديالو بهاد السقوة هادي. هاد السقوة كنعطيكم المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. عندنا كاس ديال الحليب بعبر كاس العنبة، كندير واحد المعلقة كبيرة ديال العسل. هاد العسل هذا كيعطيها واحد المذاق رائع. نتمنى من الله البنات البريوش ديال اليوم يعجبكم. كما قلنا عندنا واحد المعلقة ديال العسل، كاين واحد ساشي فاني، وعندي واحد ثلاثة الفرماجات يعني مثلثات. يمكن لكم ديروا المربع اللي حبيتو. صافي كندوزو نديرو كلشي في الخلاط ديالنا وكنطحنوه، او الميكسور اللي عنده الميكسور يديرو. اللي كانت الماكينه هذه عادي ماشي مشكل، ولكن خاص الفرماج ديالي يطحن مزيان مع الحليب. يعني ما خاصناش يكون شي كوتال ديال الفرماج، خاص يكون شي يكون مطحون. وهنا انا طحنتو ونوريكم كيفاش كيولي، يعني كيكون سائل ما يكونش فيه حتى شي كوتل كما قلت لكم ديال الفرماج. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نشوفو العجينه ديالنا يعني واش خمرات. ها هي كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كنحيدو البلاستيك ما عليها. كما قلت لكم البنات خاصها تكون خامه على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. يعني السر الناجح ديال هذا البريوش هذا ان يعني العجينه خاصها تكون خامه. غادي ندوز نخرج من الهواء اللي فيها على هذا الشكل هذا. وكندوزو دابا نشكلوها. كنديرو يعني اشكال صغيره على حسب المول اللي عندنا، يعني خصهم يكونوا متساويين باش تجي في الشكل ديالها تجي يعني جميله. كنقطعو على حسب كل واحد المول ديالو كيفاش داير، يعني على حسب بغيتوها كبار ولا بغيتوهم صغار.
وهنا بعد ما شكينا العجينه ديالنا كما قلت لكم قطع متساويه على حسب المول اللي عندكم. دهنت المول ديالي ديال الزاج بالزيت، يمكن لكم ديروا الزبده صافي، كنبداو نقرصهم غير شويه ماشي بزاف، وكنديروا قطعه ديال الشوكولاط على هذا الشكل هذا صافي، وكنجمعوها على هذا الشكل. هذه الطريقه راه سهله، حاولوا تسدوها مزيان باش داك الشوكولاط ديالنا ما يخرجش لينا من العجينه اللي يكون كيطيب. صافي انا غادي نكمل لهذا الشكل هذا حتى نكمل العجينه ديالي كامله. وهنا حبايبي غندوزو نسقيو البريوج ديالنا بالخليط اللي صايبنا مع بعضياتنا، وهو غيخمر وسط هذا الخليط هذا. منعاودش لكم البنات، من الله تجربوه، راه كيجي رائع وبنين وشي حاجه جديده وغزاله من الناس اللي كيعشقوا البريوش. صافي كنخوي الخليط ديالي كامل على هذا الشكل هذا، وكندوز ندهن البريوش ديالي بصفر بيضاء مع شويه ديال الحليب. صافي وكندهن البريوش ديالي كامل وكندوز نخليه باش يخمر. نتمنى الله البنات الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايكات وكومونتات زوينين، قولوا لي كيفاش جاكم البريوش ديالنا اليوم، وما تنساوش يعني تبارطاجيو القناه ديالنا مع احبابكم وصحابكم، ونتمنى من الله العائله ديالنا تزيد تكبر. كنشكركم بزاف على التعليقات الزوينين ديالكم وعلى التحفيزات اللي كتحفزوني باش نزيد نعطي اكثر، كنشكركم من القلب يا اعز واغلى متتبعين. وهنا كنعاود نغطيه ببلاستيك غذائي وكنديرو شي بلاصه نخليه يخمر، ضروري ما يخمر، خصو يخمر على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا هنا. من بعد ما خمر يعني السر يعني الرطوبيه ديالتو والهشه اللي كتكون في هذا البريوش هذا وهذا اللذه، يعني خاصو ضروري لهاد المرحله هاي ديال الاختمار، ضروري خاصها تكون باش يجيكم البريوش ديالكم ناجح 100%. انا غادي ندوز نعاود ثاني غادي ندهنو مره جديده، يعني كيبقى لي الخليط ديال الصفر البيضاء مع الحليب، كنعاود ملي كيخمر كنعاود ندهن به على هذا الشكل هذا باش كيعطيني واحد اللمعان مزيان البريوج ديالي. كندهنو من الجنيبات كاملين لهذا الشكل هذا، وكما كتشوفوا حبايبي هذا هو البريوش ديالنا. شوفوا الهشه وشوفوا يعني اللمعان اللي كيكون فيه بديك السقوة اللي سقيناه. كنتمنى من الله البنات البريوش ديال اليوم يعجبكم، وانا متاكد انه غيعجبكم غير جربوه. وما تنساونيش البنات كما قلت لكم في اللايكات والكومونتيرات، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد ديال القناه ديالنا. كنشكركم من القلب اعز واغلى متتبعين، ودابا غنخليكم غنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.